دائما نحن لا نرى سبب آلامنا، ودايما عندنا في أحسن الأحوال حيرة وفي أسوأ الأحوال تمرد. أنا عايز أقول لك حاجة، إن مدة الآلام بتاعتك محسوبة باليوم والساعة والدقيقة والثانية، وتقل الآلام اللي محطوط عليك محسوب بأدق الموازين. الله عارف الحد الذي يصل بك إلى التنقية اللي هو عايز يعملها. ولا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. جيد للإنسان أن ينتظر بسكوت خلاص الرب. أنا عايز أقولك أن كل أن أنت بتأنها هو سماح محسوبة، وكل وجع بيأتي عليك هو شايفه، مش بالمبالغة كل أن، يعني كل أن أن مررت الألم اللي اتحط عليك سببه أن مصدره إبليس، يعني يمكن الصليب اللي اتحط عليك أنك تلاقي حد يشتمك يهينك يجرحك، والشتيمة والجرح والإهانة اللي طالعة منه دي ده شغل إبليس، قلبه فيه بغضة، قلبه فيه كبرياء، قلبه فيه شر، دي حراب طالعة من إبليس عليك. عارف ليه؟ الرب سايبه عشان يعمل ضربتين اتنين بآن واحد. الضربة الأولانية إنه يستنفذ كل الرصاصات اللي في البندقية بتاعته في الوقت نفسه، إنك أنت يا عبد الرب يا تلميذ المصلوب هو يأتي إليك بسيف ورمح، وأنت تأتي إليه باسم رب الجنود. هو يأتي إليك بروح بغضة وانت تصد بإيه؟ بغفران. هو يأتي إليك بهوان وكبرياء وانت تصد بإيه؟ بالتضاع. يحصل إيه؟ تبات كل الحراب اللي وجهها ليك وتتكسر، وانت تاخد نصرة عليها. لقد آلت النتيجة إلى أن الرب نجح في أن يخلق فيك وبيك نصرة ودينونة على إبليس. ده مش كل الموضوع. لو كان لنا رجاء فقط في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. ده النجاح رقم واحد، لكن الباقي محسوب بقى هناك، معدود. كل خبطة خدتها في جنابك ورديت بروح المسيح وجعتك، مش ما وجعتكش، ده وجعتك ونزفت وجرحت، وبعد وهي بتنزف وتجرح حولت انت بالطاعة الانجيل المسيح الحربة الى طاعة للمسيح، فصارت شفاء بعد ما نزف. فهو يريد انه الشرير يستنفذ الرصاصات، وفي الوقت نفسه الرصاصات دي نقتك لداست على نقط ضعيفة فيك. ما لو ما كانش دي نقط ضعيفة فيك ما كانتش الكلمة بتاعته وجعتك قوي كده. فهو خرر لك صديد خراريج مستخبية شر اللي جاي عليك ده، فأعلك الخراريج، طلع لك حاجات جواك وأعطاك منها شفاء وأبرأك منها. حاجة تانية، اجعل انتظارك مقدسا. يعني الصليب هياخد وقته، هياخد وقته لغاية ما يكمل، بدل ما يبقى طول الوقت عمال تقول آه وأف وليه يا رب. اجعل انتظارك مقدسا، وفي كل يوم قول انتظارا انتظرت الرب. اتأخر ما جاش اليوم تاني، قل منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة مثل النسور، يمشون ولا يعيون، يركضون ولا يتعبون. اتأخر تاني قل له تنتظرك نفسي مثل مراقبي الصباح. يا أحبائي، هل الله إنسان فيكذب؟ أو ابن إنسان
فيندم؟ هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ هل ينتظروه طالبوه ولا يأتي؟ أنه إتيانا يأتي ولا يتأخر. الرب بيقول كان في مدينة قاض ظالم لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة امرأة أرملة تأتي وتقول له انصفني من خصمي. فالقاضي الظالم الذي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان قال لأنها تأتي وتقمعني أقوم وأنصفها. أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ أفلا يأتي الله إلى منتظريه الصبرين والمحتملين الألم؟ حتى لو كان مجيئه يعني حاجة فوق العقل، مجيئه يعني معجزة، يعرف يعمل معجزة؟ هل يستطيع أن يجعل العاقر ساكنة في بيت أم أولاد فرحة؟ هل يستطيع أن يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة؟ قال له يا إبراهيم أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. فلننتظر الرب بخضوع وطاعة وانتضاع وبقداسة الانتظار. إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.